شنو هما العلامات الحب الحقيقي عند المرأة؟ يعني إذا كانت معك شي وحدة ودات التصرفات فعرف أن هاد البنت هادي كتموت عليك وكتبغيك ديال بصح، داكشي علاش بغيتك تبارطاجيها مع العشران ديالك باش تعرفوا بلي الدرية فاش كتبغي راه كتبغي، ولا شفتي هادشي فعرفها كتموت عليك. أول حاجة فاش كتكون جالسة مع صحاباتها فهي ديما كتجبدك ديما كدوي عليك، ولا قالوا ليها يلا نخرجوا شي بلاصة ولا شي حاجة كتقول لهم هي يا دايره معاه باغا نخرج معاه باغا نشوفه هو، ولا كتقول لهم غادي يجيب معايا الصاد ديالي ضروري. ثاني حاجه هو البنت اللي كتلقاها ديما واقفه معاك، كتلقاها معاك واقفه معاك واقفه ديال العسكريه، ما كاينش اي مشكل كتلقاها حداك، اي بلان كتبقى تسولك كتقول لك مالك كاعي مالك مقلق واش كاين شي حاجه حبيبه، المهم اللي كتقول لك هاد العيبات هادو فعرف البنت راك توفى عليك وما باغاش انها تشوفك مقلق ولا شي حاجه. ثالث حاجه هو البنت اللي كتبقى تضحك بدون سبب وهي كتشوف فيك، عتقول لي كيفاش هاد البلان واخا. بعض المرات كتكون غادي انت وشي دريه اللي كتكون صاحب معاها وكتبغيها وكتبغيك، مرة كتشوفك كتبدا تشوف فيك واحد تشوف الشكل كتضحك كتبتسم كتقول لها تباك كتقول والو، هي ما كتشوف فيك كتشوفك واحد الشوفه غير شي شكل وانت راسك ما فاهم والو، فلاش دوك الشوفه هذو فراها خويا راه ختنا راه كتوف عليك وطيح فيك ديال بصح، حيت اثبت علم النفس ان ديك الضحكات وكذا فهي راه نابعه من القلب، يعني هي بلا ما تحس كتبقى تشوفك كتضحك، فهي كتقول زعما كيتفرز فيها الهرمون ديال الحب بواحد الطريقه ما يمكنش. فلاش هاد البلان عارف الدريه راه كتوفى عليك. بلان اخر وهذا اللي بلان في الشكل ديال بصح ولا شفتي عارف صافي راه الدريه راه طايحه فيك، هي فاش كتكون شي بنت كتنكد عليك بزاف ديما جابت المشاكل ديما جابت الصداع، عتقول لي كيفاش وهي اللي جبدت المشاكل والصداع، راه شوف الدريه عزيزه لا تنكد عليك تبغي، راك تشوفوا بعض المرات لي كوبل اللي يكونوا مزوجين ديما المرأة كتنكد على راجلها ولا الوالدة ديالك تكون كتنكد على الوالد ديالك، راه ماشي كتنكد على غير هكا هي كتبغي تنكد، راه هما العيلة دايرين بحال هكا، فإلا نكدات عليك أخي مابقاش تاخذها بديك لافاسون نيجاتيف وبدا تسب فيها وداك الشيء، لا راه عادي راه تنكد راه داخل في داك الشيء ديالهم، كيف ما أنت عزيز عليك دير فيها باد بوي وتعذبها حتى هي كتنكد عليك، تعذبها وهي تنكد عليك. فلا نكدات عليك فعرفها اخي ديالي راه كتبغيك، ولا لقيتي هاد العلامات هادو فشي دريه عاشد فيها وعض فيها ما تلقاش صعيب باش تلقى شي وحده كتبغيك دير بصح. وشي نقول لك واحد القضيه اخرى، خد ديما هذيك اللي ما كتكونش منافقه اللي كتبين لك تعرف تاكسبوزي لامور ديالها، اللي كتلقاها واقفه حداك في وقت الشده ملي كطيح في شي مشكل كتلقاها حداك مسانداك، ملي كتشوفك مقلق كتقول لك ماك مقلق، كتبقى معاك حتى كتولي فرحان وضاحك، ديك البنت اللي كتلقاها حداك راه صعيب باش تلقاها، حنا ضيعنا بزاف، انا شخصيا ضيعت شحال مره فرص بحال هكا وما بغيتش شي واحد انه فاش يلقى لو فغي امور غيضيع، ما تضيعوش لو فغي امور، ما تضيعوش بقوه الاسئله بقوه التحكار بقوه التنكاد، حتى حنا كنديروا فهمتي شي حوايج اللي خايبين ليهم كيف ما هما كيديروا، ما حتى حنا كنديروا شي لعيبات اللي حنا ما كنفهموهمش هما ما كيفهموناش، فضروري خص هاد لا كومونيكاسيون، ضروري يكون هاد لي فيديو التحسيسيه باش نفهموا بعضياتنا، البنت تفهم الدري والدري تفهم البنت، فنهار غنفهموا بعضياتنا فغادي نكونوا نكونوا علاقات ناجحه اللي غيدوموا شحال، حتى ما غيبقاش داك نسب الطلاق مرتفعه، وحتى داك الاولاد اللي غنولدهم غادي يشوفوا غادي يترباو في واحد البيئه اللي هي زوينه، بيئة فيها السلام والسكينة وداكشي، ضروري من 16 غيكون داك الدوام غيكون شحال من حاجة، حيت الراجل كيفهم المرأة والمرأة كتفهم الراجل راه صافي، راه هذا هو لوبجيكتيف، فداكشي علاش إلا لقيتي شي بنت كتبغيك وكتوفى عليك وبقاتلة معاك ما تضيعش ما تضيعش ما تضيعش هاد الفرصة وما تضيعهاش هي، راه صعيب تلقى شي وحدة كتبغيك دير بصح في هادشي في هاد لو موند اللي ولينا عايشين فيه، كلشي ماتيرياليز كلشي لا دري لا بنت. يعني ما بقاش ناخذ ديما ديك ليدي ان البنت ديما اللي ماتريالي صرا حتى الدري، فداك الشيء علاش حاولوا تقدروا النعمه اللي جات بين يديكم، حاولوا انكم تحافظوا عليها ما تضيعوهاش، الا جاكم الحب الحقيقي ولا كانت شي وحده فغيما كتبغيكم تقاتل على ودكم شحال من حاجه ما تضيعوهاش، هذا ما كاين الخوت، وما تنساوش ان الفيديو تبارطاجيو مع عشرينكم وتبارطاجيو مع صحابكم باش يعرفوا حتى هما دوك العلامات، باش الا شافوهم دوك العلامات اللي معاهم يعرفوا راه بلي داك حب حقيقي خصو يحافظ عليه،
حافظوا على الحب الحقيقي الاخوان، حافظوا عليه. الى لقيتوا شي بنت الناس حاولوا انكم تحافظوا عليها وتهلاو فيها وما تتعاملوش معها بطريقه خايبه، حيت في هذا الوقت اللي عايشين فيه صعيب تلقى شي بنت الناس. وما تبقاوش تقولوا ديك الفكره باللي كاع البنات خايبات وكاع الناس ما مزيانات، ما كاينش هاد الهضره. الناس راه حجر وطوبه الاخوان، وإلا بغيتوا انكم تعيشوا مع شي دريه وتخليوا الناس بغيكم، عاودوا انكم غتفهموها، وحاولوا انكم تكونوا رجاله، وحاولوا انكم تعرفوا كيفاش تصرفوا معها. المهم في هادشي كامل هو انك انت خصك تعرف كيفاش كيفاش تكون راجل معها. وكيف ما قلت لك انك مثلا القضيه ديال انك تهذبها وكذا هذا بلان، اش هما كيبغيو هاد اللعيبه هادي، ولكن او ميم طون عرف كيفاش تتعامل معاهم زوين، ما تخليهمش فين يدويو، كون غير راجل معاهم. البنت كتقلب على الراجل، المراه كتبغي الراجل اللي يبقى في معاها اللي يساندها اللي يكون معاها وقت الشده، ما تكونوش براج فهمتي. والله ولا شي لقيتي شي وحده تبغيك فهاد الوقيته فانت بحال ملكتي الكنز، بحال ملكتي شي الماسه، حيت ديك المراه غتوقف معاك وغتساندك وغتبقى معاك حتى توصل. راه ما كذبوش ملي قالوا داك القضيه ديال وراء كل رجل عظيم امراه، راه بصح راه وراء كل رجل عظيم امراه، راه الوالده ديالك و راه ماشي غير جا باك وصل لولدك وكذا، راه كنلقى مرا حداه، مرا ديال الزمان وشحال من حاجه. فإلا لقيتي شي وحده اللي كتبغيك وكتموت عليك فحاول انك ما تضيعش هاد الحب وما تضيعش هاد العمر، حاول انك ما تصنط الهضره ديال الناس وتقول تقول دي ولا شي واحد ديما صاحبي كيقول لك كيفاش تتعامل معها. شوف داك الشيء دير انت اللي قال لك راسك فهمتي، غير هو غير عرف كيفاش تتعامل معها، ما تبقاش داير على هضره بنادم فهمتي البلان. وقبل ما زعما قبل ما انك تلاح الخطوه ديال الزواج وكذا فحاول درس ديك اللي معاك وعرف بعدا واش غتكون معاك مرا ديال الزمان ولا مرا ديال شي حاجه اخرى فهمتي. وحاول انك واحد النصيحه نعطي لك، حاول انك عمك تناقش مع الباسي ديالها، فالحوايج اللي كيخليونا المرا تنفر من راجلها ولا انك تفقد تبدل الباسي ديال بنت ولا الباسي ديالها، ما ترتكبوش هاد الاخطاء. انا درتهم وندمت، المهم ماشي مخنف، المهم سي بون راه الواحد كيتعلم. حاولوا انكم ما تطيحوش في هاد الغلط هذا فهمتي، كونوا رجاله وصافي. هادشي اللي كاين الاخوان، و أتمنى أن هذا الشيء يكون عجبكم وتهلاو ليا في راسكم.